فيما رفع منظم المؤتمر السادس للصحافة المصرية المقرر عقده في أكتوبر المقبل أمال الوسط الصحفي بإمكانية عقد مناقشات جدية للتوصل إلى حلول جذرية لمشاكل وتحديات المهنة. أظهرت المناقشات الجارية غياب قضايا شائكة وجوهرية عن المناقشات، أبرزها اقتصار القيد في النقابة على صحفي صحف ورقية بضوابط معينة واستبعاد صحفي المواقع الإلكترونية، فضلا عن قضايا أخرى مثل البدل وغيرها من الأمور. وحول واقع الوسط الصحفي وأوضاع الصحافة المصرية معي ضيفي الكاتب الصحفي الأستاذ جمال فهمي، وكيل نقابة الصحفيين الأسبق. مرحبا بحضرتك أستاذ جمال. أهلا. في البداية نبدأ مع حضرتك من قضية شائكة أو كثر الحديث فيها في الآونة الأخيرة، لماذا لا يحصل محرر المواقع الإلكترونية على لقب صحفي مع أن الصحافة الإلكترونية هي الأشهر والأكثر تداولا في هذا التوقيت؟ لا يعني ما اقدرش اقول انه كل الصحفيين الالكترونيين ممنوعين من دخول النقابه، لكن التعقيد الاساسي والحقيقه مشكله الصحفيين يعني انا اقصد مش كل اللي يعني البلوجرز هم الصحفيين قطعا، لكن اللي بيخضعوا لمعايير المهنه لمهنه الصحافه وتقاليدها وقواعدها، إن كان في قطاع منهم طبعا قطاع كبير عنده مشكلة حقيقية في علاقته بالنقابة. النقابة في مصر، نقابة الصحفيين في مصر، وده وضع لحد ما نادر مش موجود في بلدان كتير. نقابة الصحفيين ما هياش فقط نقابة يعني، وده بيعمل بعض الالتباسات احيانا، انها نقابه زي كل النقابه، جزء النقابي يعني تعبر عن اللي بيمارسوا المهنه عن مصالحهم، دافع عن مصالحهم، تؤازرهم في كل المشاكل اللي بيواجهوها، لكن فيها ليها دور تاني قانونا، ليها دور تاني الاشراف على مرفق المهنه. يعني عشان كده القيد في نقابة الصحفيين هو يعني هو ترخيص بمزاولة المهنة، بيدي ترخيص بمزاولة المهنة قبل القانون، ما قبل القانون الحالي بتاع النقابة. والفترة طويلة كان إعطاء الترخيص من لجنة قضائية هي اللي بتدي ترخيص بمزاولة المهنة. لجنة قضائية كان ممثل فيها عضو أو أكتر مش متذكر من النقابة، من الصحفيين من اللي بترشحوا من النقابة. بعد التغيير ده لما بقى هي بقت واخدة الدورين، دور الإشراف على مرفق المهنة كله. تقصد بإيه حضرتك مرفق المهنة؟ هو أهم جزء فيه هو القيد. والقيد اللي هو في الواقع القيد في النقابة بيدي ترخيص بالمزاولة، يعني هو يقوم يعني بيحصل الشخص على رخصة مزاولة المهنة بالعضوية في النقابة. يعني طب بس أغلبية الصحفيين العاملين الآن مش معاهم مزاولة المهنة، مش معاهم ترخيص مزاولة المهنة. لا مش الأغلبية، معظم الشباب اللي موجود حاليا يعني ممكن نقول للشباب، لكن هي المشكلة فين عشان بس نزيل اللبس. كتير يقولك لا ده قانون النقابة أصله تقادم وأصله ما يعني ما بقاش يلبي متطلبات التطور اللي حصل في الوسائط المهنة. يعني في ما كانش فيه الإلكتروني، كان الوقت بس فقط الورقي، فبقى فيه الكتروني. رايي ان ده مش مؤثر خالص، حتى بالقانون الحالي لا علاقه له خالص. القانون الحالي، القانون الحالي بيتكلم على مؤسسات صحفيه، ايه بتستخدم، ايه الوسيط اللي بتستخدمه، بتستخدم ورق، بتستخدم مواقع الكترونيه. عشان كده في صحفيين كتير موجودين في النقابه، هذه معلومه انا اعرفها يعني منذ كنت وكيل اول النقابه ورئيس لجنة القيد، كتير بيشتغلوا في جرائد، أيوة هي صحف ورقية
لكن عندها موقع إلكتروني. موقع إلكتروني، بيشتغلوا فقط في الموقع الإلكتروني وأعضاء في النقابة. فبشكل عام المشكلة مش إنه صحفي إلكتروني فالقانون بتاع النقابة يمنعه من عضوية النقابة وبالتالي من طب يبقى الحصول ليه ما على، لا يحصل المحرر اللي بيعمل في موقع إلكتروني هقول لك المشكلة بقى مع مين، اللي هي على العضوية؟ بتختزل، المشكلة بتختزل في إنها لا ده النقابة، لأنه مش صحيح، مش صحيح إن النقابة هي أمال مين؟ الحكومة المسؤول عن هذه الفوضى. يعني لما نعرف إن في مئات مئات بلا مبالغة من المواقع الإلكترونية الخبرية أو اللي هي عايزة تشتغل صحافة محجوبة ممنوعة، وتقريبا 99% من حتى من بعض المواقع المشهورة زي المنصة مثلا مدى مصر، كل دي أسماء كبيرة ليها جمهور كبير وبتشتغل صحافة فعلا، ما عندهاش ترخيص. قدمت كلها، كل المواقع دي قدمت على ترخيص ثم لا يأتي الترخيص. ليه برأيك لماذا؟ رغم إن هم عاملين في مصر، يعني هم موجودين، مكاتبهم موجودة في مصر، ليه ما بياخدوش الترخيص؟ هو لأنها الجهة اللي المفروض نظريا تصدر هذه التراخيص هي خاضعة للاعتبارات الأمنية اللي بتقررها الأجهزة الأمنية. ده يعني صحيح يبدو اجتهاد، ما عنديش معلومة ما يثبته، ما لكن يثبته. هو ده المعلومة اللي هي معلومة ومعروفة للكافة، لكن ما فيش حد بيتكلم عنها، لكن الحقيقة هي دي، هي كده. وإلا لماذا بعضها حتى مواقع ذات طابع ثقافي عام وملهاش علاقة بالسياسة، ومع ذلك لا تأخذ أي ترخيص، وبالتالي لا يتقنن وضعها كمؤسسة صحفية. عشان كده النقابة هنا بتتحشر في الزاوية إنها قدام صحفيين مفروض جايين لها، لكن الوضع القانوني للمؤسسات اللي بيشتغلوا فيها مش مكتمل. هيكتمل امتى؟ لما ياخدوا الترخيص، ياخدوا الترخيص يبقى عليهم بقى كل الالتزامات اللي على اي مؤسسه صحفيه. وبالتالي افهم من كلام حضرتك انه المشكله الرئيسيه ليست في النقابه ولا ان هي تفتح باب القيد بالظبط لاسماء الصحفيين، ولكن في الجهات الاخرى اللي بالظبط، بتقول ادي ترخيص لدول او للصحف ما للمواقع اديهمش، الالكترونيه او ما او اديلهمش. ما اديهمش. والمشكله بقى دي عند، يعني بتبان عند كمان المواقع اللي هي لامعه من الناحيه المهنيه، باينه ليها جمهور، بقى ليها جمهور وبقى بتبان جدا فيها، لانه اللي بيشتغلوا فيها صحفيين فعلا، صحفيين وبعضهم على درجه عاليه جدا من الكفاءه. طب أنا اسمح لي حضرتك، طب ما هناك أيضا جرائد موجودة مصرية فيها صحفيين أكفاء جدا جدا، ومع ذلك ما بتقدرش تخرج نفس الموضوعات والمعلومات والمقالات اللي بتكتب في مدى والمنصة على سبيل المثال، لماذا؟ ما ده طبعا يعود هل بقى، مدى والمنصة رقابة مرفوعة عنهم؟ لا هم بالعكس هم بيحاصروا، لكن هي المشكلة ان هم من يحاصر هو لحد كبير جاهل، يعني مش واخد باله ان ما بقاش فكرة ان انت تمنع دي ما بقتش موجودة. بتضايق طبعا، بتعمل قيود، لكن ببساطة التكنولوجيا اللي خلته يبقى هذا الموقع موجود بتساعد المتلقي على انه يهرب من اي قيود ويوصل لها. ليه بقى ما بيبانش في ليه الجوده دي مش موجوده في اغلب، مش عايز اقول كل، الجرائد المكتوبة يعني المطبوعة؟ مش عايز اقول كل، رغم انه يبدو انه كل في الجرائد المطبوعه بعض الصحف، بعضها جزء منها لازالت الملكية بتخضع لأصحابها زي مثلا رجال أعمال أو، ومع ذلك أيضا طريقة الكتابة والموضوعات الصحفية اللي بيتم تناولها، رغم أنه ممكن يكون الصحفيين اللي بيعملوا هنا عملوا في هذه الصحف والجرائد قبل كده، أيضا ليه رغم أنها لا تخضع لنفس المالك أو نفس لأنها الجهات؟ تخضع للبيئة العامة المفروض والقيود الهائلة. يعني هل ممكن حد يصدق من المشاهدين إنه الناس ممكن تتصور إن القيود على المحتوى
المتعلق السياسة. بالخبر السياسي الكبير يعني. لكن محدش ممكن يتوقع انه احيانا بعض الصحف عند الطبع يقف طبعها علشان خبر في الرياضة، في صفحة الرياضة، هل حد ده ممكن يتصور؟ أو صفحة الفن. إلى هذا الحد يعني، هذه البيئة الضاغطة بعنف غير مسبوق بقدر عالي جدا من الجلافة والغباء، لأنه مش معقول يعني سيب للناس حاجة يعني تعدي يعني في رياضة أو خبر في رياضة أو خبر في الفن، يعمل إيه المشكلة؟ فإلى هذا الحد هذه البيئة أصبحت ضاغطة بطريقة لا يمكن احتمالها على العمل الصحفي، وبالتالي بقت بيئة تكاد تنهي المهنة في مصر، تكاد تنهيها. إنه ما فيش يعني، لما أنا أبقى حتى أعمل خبر أو أكتب تقرير أو أعمل موضوع أو تحقيق عن حاجة، موضوع فني عن موضوع فيلم عن مسلسل أو حاجة، أو أتكلم في الرياضة، ممنوع حتى ده يعني شيء. إيه اللي باقي؟ إيه اللي باقي حتى تعود هذه الصحف صحفا؟ كيف تعود صحف؟ بما أننا بتكلم على نقابة الصحفيين، إذن القانون ليس هو لا لا المشكلة خالص الوحيدة، خالص ليس خالص. أعضاء النقابة أنفسهم هم اللي بيمنعوا أعضاء جدد أو تواجد أعضاء جدد للتأثير على أي شيء داخل النقابة أو أي حد، أو حتى التأثير على المزايا المالية، ده برضو مش موجود. إذا تمت الإتاحة من الجهات الأخرى ده هيتم الموافقة على وجود صحف، على إذا وجود، اتغيرت البيئة، يعني المؤتمر اللي هيتم عقده ده من واقع كلام ما هو حضرتك. المؤتمر ده أنا يعني الزملاء تفضلوا بدعوتي للمشاركة في اللجنة التحضيرية دي، وأنا وكل الزملاء اللي كانوا محاضرين قلنا القضية نمرة واحد حتى يكون هناك كلام عن وجود مهنة الصحافة، هو الحرية. من غير الكلام ده هنناقش مش عارف الدخل بتاع الجرايد يبقى ايه، مش عارف ايه، انها تتطور، مع كل ده كلام خارج الموضوع. لانه الشرط الحيوي الاساسي لممارسة هذه المهنة في اي مكان في الدنيا، مش بس عندنا، في اي مكان في الدنيا هذه المهنة بالتحديد، يعني المهندس يستطيع انه يشتغل مهندس في ظل دولة استبدادية، الطبيب الطبيب يقدر يشتغل طبيب في ظل دولة استبدادية، المحاسب نفس الكلام، إلا الصحف ما يعرفش يشتغل غير في حتى على الأقل اللي كان موجود وحتى افتقدناه، اللي هو أيام مبارك، هذا الهامش اللي كنا بنهاجمه إزاي ده احنا مجرد هامش لحرية الكلام، مش موجود. فكيف تأتي، كيف نمارس، كيف توجد هذه المهنة أصلا؟ فالموضوع يبدأ من الأساس، من الشرط، الكلام حول الشرط الحيوي لوجود هذه المهنة. الشرط الحيوي غائب الآن، لا يوجد أي حرية على الإطلاق، يعني لا يوجد أي مساحة حتى ولو محدودة. يعني لما أتكلم على إنه بعض الصحف يتوقف طبعها في وهي بتطبع علشان خبر في الرياضة أو خبر في صفحة الفن، خلاص ده كافي بقى. أخيرا، هل قيمة البدل الحالية مناسبة للصحفيين؟ البدل ده بتاع مش موجود في حتة في الدنيا، لكن هو لأنه الصحفيين للأسف بقوا في من حيث الدخل، حيث الإمكانيات المادية، بقوا في أدنى درجات، يعني طبعا المجتمع كله بيعاني معاناة رهيبة، والصحفيين في مقدمة من يعاني الآن من الدخل، من انحصار الدخل. اختراع البدل ده الحكومة اخترعته كرشوة للصحفيين، ثم تحول الآن هو للأسف، ده للأسف شرط للحياة، لمجرد بس إن الصحفي يعرف يعيش لتاني يوم. يعني محتاج البدل ده مهما زاد دلوقتي، مهما كان حجمه دلوقتي، هو تعويض على الخلل، للخلل الرهيب. وبرضه الموضوع مرتبط بالحريات، لو في حرية صحافة هتزدهر المهنة، ويبقى في عمل، ويبقى في
أماكن مختلفة يعني تزدهر، فيزدهر حال الصحفي من ناحية الدخل حتى المادي. طيب ما المطلوب لإطلاق الحريات؟ إطلاق الحريات يعني ما يعني إيه اللي المطلوب؟ ممكن المؤتمر يخرج بيه للسلطة الحاكمة الآن لإطلاق الحريات وحرية العمل النقابي وتحديدا نقابة الصحفيين؟ أظن إن السلطة مش محتاجة المؤتمر ده عشان تسمع منه الحريات غايبة، ما هي عارفة إنها غايبة، هي مغيباها وعارفة، هي محتاجة إنها تعرف الخطر من ده عليها حتى كسلطة. بلاش إذا كان المجتمع هو خارج كل حساب عندهم، فعلى الأقل أنتوا يعني قدر من التنفيس، سيبوا الناس تتنفس وتنفس عن مكنون غضبها، وإلا فالأمر هندفع بقى تمن، أنتوا وإحنا، أنتوا يعني سلطة وإحنا كمواطنين، هندفع تمن هائل لهذا الكلام. الانفجار هيبقى في ظل أوضاع بالغ على كل الأصعدة بالغة السوء، بلا أي تنفيس سينفجر الوضع، سينفجر بطريقة عشوائية، في الغالب هتبقى عشوائية، وهذه كارثة على الوطن وعلى بمكوناته، حكمه بشر وشعب نفس الأمر. ده اللي محتاجة السلطة تفهمه، و أشك جدا إنها هتفهم. بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي جمال فهمي وكيل نقابة الصحفيين الأسبق، شكرا جزيلا لوجودك على شاشة BBC.